وللتعليق على هذه الزيارة أبعادها رهاناتها، يشرفني أن نستقبل عبر الهاتف الدكتور موسى المالكي رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية والأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية برباط. سيد موسى المالكي، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. شكرا لكم على تلبية الدعوة. بداية، التوقيت، السياق، تركيبة الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إلى جانب الملفات المشتركة التي ستتم مناقشتها أو سيتم حضورها في هذه القمة، جميعها عوامل تجعل من هذه الزيارة حدث تاريخي بامتياز ويعزز من أهمية الزيارة الكلمة التي سيلقيها الرئيس الفرنسي أمام البرلمان. ولعل الحدث الأبرز قبل كل هذا هو الموقف الحاسم والداعم للقضية الوطنية. أستاذ المالكي، ما هي قراءتكم لهذا العهد الجديد في العلاقات الفرنسية المغربية؟ بكل تأكيد يمكن اعتبار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية زيارة تاريخية بكل مقاييس في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة أنها تأتي كما تفضلتم بعد اعتراف باريس بالسيادة المغربية التامة على الأقاليم الجنوبية المغربية واعتبارها مخطط لحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، وهي الدولة الملمة بتاريخ وتفاصيل القضية بمعية إسبانيا باعتبارهما يعني المستعمرين السابقين لهذه المنطقة، ولذلك فشرعية المغرب القانونية والتاريخية والجغرافية والدينية لا غبار عليها. إذن هذه الزيارة ستعيد صياغة وتشكيل مختلف أبعاد العلاقات المغربية الفرنسية على أسس جديدة وترسيخ شراكة استراتيجية استثنائية. فرنسا كما تعلمون واجهت مؤخرا صعوبات جمة خلال السنوات الأخيرة في شمال غرب إفريقيا وسحبت قواتها من عدة بلدان، وهي على وعي تام بالمتغيرات الدولية والجيوسياسية والجيوستراتيجية الجديدة التي تفرض عليها منظورا مختلفا تماما لحضورها في الإقليم. كما تعرف أنها تتعامل مع مغرب اليوم واختلاف الظروف عن مغرب الأمس. مغرب اليوم قوي متماسك، تعززت أدواره ونقوده الإقليمية وتحالفاته الدولية في ظل القيادة الرشيدة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والسياسة الخارجية الحكيمة التي اعتمدت مقاربة جديدة عنوانها الندية والاحترام المتبادل والدفاع عن مصالح الوطنية العليا وفق منطق الشراكة والتعاون الذي يربح منه الجميع، مختلف أطراف تكون رابحة وليس استغلال مغلف الشراكة. نعم، في سياق حديثك يعني أنت تطرقت أستاذ المالكي إلا أن المغرب اليوم هو مغرب آخر، مغرب بشراكات مبنية على المصالح وليس على التعاون. اليوم مغرب جديد هو مغرب المصالح المشتركة ورابح. وكما قلت سيد المالكي، اليوم نحن في سياق سياسي وجيوستراتيجي فيه تنافس ما بين الدول التقليدية الحليفة للمملكة وأيضا الدول الصاعدة التي تريد وتهتم بالشراكة مع المملكة المغربية. هل في نظركم فرنسا اليوم تنافس وتسابق يعني من أجل إعادة الوضع والتموضع في إفريقيا عبر بوابة المغرب؟ فرنسا الآن على وعي السياق الجديد الذي يطبع القارة الإفريقية على وجه الخصوص والعالم بشكل عام، الذي يطبع تعديات مختلفة وتحتاج فيه الدول سواء الكبرى القوى الكبرى أو القوى الإقليمية إلى إعادة صياغة علاقاتها واستراتيجيتها وفق منطق جديد. ولذلك في هذه الزيارة فرصة ثمينة تم الإعداد لها بروية وعلى مهل، والإعداد جيد لها، وستعمل على ملفات استراتيجية وهو واضح جدا من خلال الوفد الضخم والنوعي الذي يرافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأسه وزير الداخلية، وبالتالي التعاون في القضايا والملفات الأمنية، نعم وزير التربية الوطنية، وزير العلاقات الخارجية، وزير الحربية وقدماء المقاتلين. هنا أيضا إشارة لتعاون عسكري مستقبلي خاصة ما يتعلق بولوج المغرب لنادي الصناعات العسكرية والصناعات الدفاعية وهو مجال واعد
يعني وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، ومعروف العلاقة الاقتصادية ما بين المغرب وفرنسا، ان الشريك الاقتصادي الاول للمغرب، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة، وزير التعليم العالي، وزير المنتدب بالانتقال الايكولوجي والطاقة والمناخ، مجموعة من البرلمانيين والمنتخبين الفرنسيين والوزراء السابقين، ممثلي ومؤسسات ومراكز بحثية، يعني فاعلين في عالم الاقتصاد والإعلام والصحافة والرياضة. بالتالي فرنسا تعطي أهمية كبيرة جدا لهذه الزيارة التي أهميتها لن تقف على عند حدود المغرب، وإنما أيضا تطمح من خلالها إلى إعادة تموقع جديد في القارة الإفريقية من خلال البوابة المغربية، ولكن هذه المرة على أسس جديدة تراعي مصلحة الشعوب والتنمية المشتركة والندية والاحترام المتبادل للجميع. ويتعلموا بأن يعني المغرب له سمعة طيبة، له مصداقية، له حضور إقليمي، له علاقات وثيقة تاريخية واجتماعية واقتصادية لدى هذه بلدان، ويترافع عن قضايا القارة الإفريقية وليس عن قضايا المغرب فقط. بالفعل. طيب، هناك كما قلت يعني ملفات عديدة بين البلدين، هناك قضايا، هناك تفاهمات، تقاطع في الرؤى يعني فيما يخص الأمن والسلم، تقاطع في المشاريع الاستثمارية الكبرى. دكتور موسى المالكي، وأنتم مطلعون على الاستراتيجية التنموية الإفريقية باعتباركم رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية، قد يتساءل سائلنا اليوم، ما الذي يدفع فرنسا إلى إعطاء هذا الزخم من أجل التقارب مع المغرب بهذه القوة؟ هل هي أخطأ ارتكبها إيمانويل ماكرون في فترة سابقة، أم هي أزمة اقتصادية تعصف بالداخل الفرنسي؟ في هذه الأيام هناك مناقشة للموازنة، هناك دين عام كبير في فرنسا، هل كان من الضروري يعني الدفع بشركات استثمارية مع المغرب؟ معروف أن فرنسا هي كانت قوة تقليدية يعني شبه وحيدة، وعلى الأقل القوة الأولى المتدخلة في هذه المنطقة، وكان لها حضور ووزن ونفوذ كبير اقتصادي وعسكري وسياسي إلى آخره. ولكن السنوات الأخيرة عرفت تحولات جذرية وبنيوية، وفقدت فيها فرنسا الكثير. فرنسا كانت الخاسر الأكبر في منطقة الساحل وشمال غرب إفريقيا بسبب التحولات الجديدة، ظهور نخب سياسية جديدة، طموحات القارة الإفريقية للإنعتاق من العلاقات التي كانت تبعها الإرث الاستعماري، وهي تطمح إلى جيل جديد من العلاقات الذي يحترم سيادتها وحدتها الترابية وتحقق منها منفعة لشعوبها، وهذا شيء معقول. وأعتقد فرنسا وصلت للوعي واستخلصت الدروس، وستحاول أن يعني تضع حدا لهذه الخسائر، وأن تبدأ بالمغرب بطبيعة الحال. لابد أن تبدأ من المغرب لأنها تربط به علاقات استراتيجية وعلاقات عريقة جدا وواثقة، ولكن أيضا لدوره والأدوار الإقليمية التي يلعبها المغرب. أطلق مبادرات استراتيجية، خط أنابيب الغاز، الرابط ما بين نيجيريا والمغرب والذي سيصل أوروبا، ربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلنطي بالمنفذ البحري على الواجهة الأطلنطية، المبادرة الملكية الأطلسية للبلدان المطلة على الأطلنطي. إذن كلها هذه مشاريع واعدة للتعاون الاقتصادي والثقافي وفي مختلف الأبعاد، وإعادة رسم العلاقات كما قلت وفق منطق جديد اللي هو منطق رابح، وكل من الأطراف ستكون رابحة في انخراط هذه المبادرات اللي هي عقلانية موضوعية وتضمن شروط الاستدامة. بالفعل، وهي سياسة خارجية يعني حققت نتائج ملموسة، والمغرب اليوم ينهج سياسة دبلوماسية ناعمة ليس فيها تبعية، ويتميز فيها بالسيادة على قراره الخارجي سواء على الصعيد السياسي أو حتى الاقتصادي. إذن شكرا جزيلا لك دكتور موسى المالكي، رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية، والأستاذ الجامعي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط، شكرا لك على كل هذه الإضاءات.